الحقيقه انا اتكلمت مع حضراتكم الاسبوع اللي فات وقلت انه اللي اتكلم في الاعلام يجب ان يكون حريص على عدم الانزلاق لزياده التعصب او عمل فتنه ما بين الجماهير. ودايما لما كنت بتكلم حتى لما كنا بنرد على اي حد بنرد بمنتهى الاحترام والادب وباخلاق النادي الاهلي، لكن الغريب ان انت تلاقي البعض على السوشيال ميديا من غير المنتمين للنادي الاهلي بيتكلموا على مين فاتح خط مع لعيبه الاهلي. الحقيقه من وجهه نظري ان هذا الكلام هو الناس دي بتقول كده علشان لمجرد ان هي بتداعب الجماهير جماهيرهم. على فكره اللي عايز يمشي من الاهلي يمشي، محدش بيخسر حاجه. على فكره زي ما قلت لحضراتكم وزي ما مش انا اللي قلت، زي ما رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاسطوره الكبيره والعظيمه كابتن محمود الخطيب قال مع اعتقد مع كابتن شوبير من فتره، قال ايه؟ قال انا ما بزعلش منهم، انا بزعل عليهم. وما قالش انا الكابتن خطيب، لا، قال لك النادي الاهلي ما بيزعلش منهم ولكن هيزعل عليهم. ده اولا. اللي عايز يمشي ما يمشي، واللي عايز يقعد ينور النادي الاهلي واسمه هيكبر، والنادي الاهلي خد بطولات بلاعبين يعني مش عايز اقول لحضراتكم. لكن الغريب ان الكلام ده يعني يجيب صدى، يعني الكلام ده لما اسمعه على السوشيال ميديا ما عنديش مشكله، ولكن لما الكلام ده يجيب صدى عند واحد من المفترض ان هو مرشح لتولي مسؤوليه نادي كبير زي نادي الزمالك ويردده، ما اعرفش. الحقيقه انا دايما بشوف ان لا يجب ان يتم وضع مثل هذه الامور مع الكبار. يعني حد فيكم عمره شاف كابتن خطيب بيقول مثلا او العمري بيه فاروق او اي حد من النماذج الكبيره في النادي الاهلي كلهم الحقيقه نماذج كبار، ولكن هل حد فيكم سمع هذا الكلام؟ وجهه نظري في مثل، وانا هنا ماليش علاقه، ولكن انا بعلق على امر انا شفته واستغربت له جدا وحطيت عليه علامه استفهام، على الرغم من ان الامر ده مش من المفترض ومش من المنطقي، لانه مش من المنطقي ان انت تتكلم مثلا يعني عن كهربا او تتكلم عن لعيبه النادي الاهلي، ما تركز في الانتخابات اللي عندك وركز في المشاكل اللي موجوده في ناديك. اقسم بالله انا هنا مش عايز حاجه، ولكن خليه حضرتك مركز في نادي الزمالك يحتاج الى مجلس اداره، وده حصل من خلال وزاره الشباب والرياضه اللي عملت لجنه علشان بسرعه يعملوا انتخابات. فركز في الانتخابات عشان اللي عايز يكسب بيركز في الانتخابات. انا عارف مش انا لوحدي، كل مصر عارفه ان نادي الزمالك فيه مشاكل كتيره، ما تركز في مشاكل نادي الزمالك. ايه اللي دخل كهربا؟ ايه اللي دخل ما تحطهاش في دماغي؟ لا حبيبي، حط اللي عايز يحط حاجه في دماغه يحطها، اللي عايز يحط حاجه في دماغه يحطها. اولا محدش هيعرف ليه، مش فتوانه، مش حاجه تانية والله العظيم ابدا. ولكن نادي الاهلي عنده سقف لكل حاجه، سقف كده موجود معروف، نادي الاهلي عنده سقف حتى في التعاقدات. حضرتك هتعدي السقف ده؟ مش هعرف اجيبك. اتفضل، عايز تروح نادي الزمالك اتفضل، عايز تروح نادي بيراميدز روح، عايز تروح نادي الفلاني روح، ولكن سيظل النادي الاهلي ماشي زي ما هو، بياخد بطولات زي ما هو، جماهيره بتزيد زي ما هي، جماهيره هي الاكبر والافضل والاعظم في من وجهه نظري في تاريخ الرياضه في مصر. هيفضل كده برضو، مين راح مين جه. عايز تحط في دماغك الكلام ده حطه، مش عايز تحط في دماغك الكلام ده انت حر. ولكن يقول لك اصل الكهرباء لازم يعتزل، ده كلام وجهه نظري ان هذا الكلام لا يصح، ما يصحش والله العظيم. اذا كنت تريد ان انت تكسب رئاسه نادي ما ينفعش تتكلم على لعيبه الاهلي لمجرد ان انت بتغازل جمعيتك العموميه او جمهورك عشان يكتبوا عنك كلام كويس ويقولوا ده احسن واحد في الدنيا. انا بصراحه انا اسف يا جماعه ان انا بقول هذا الكلام، ولكن انا ما شفتش الكلام ده في انتخابات النادي الاهلي مثلا ما بين قيمه كبيره زي قيمه الكابتن محمود الخطيب مثلا، بلاش الانتخابات اللي قبلها، والمهندس محمود طاهر مثلا، عمرنا ما شفنا ان هم واحد فيهم بيتكلم عن هذا الامر. كابتن خطيب كل همه النادي،
ساعتها المهندس محمود طاهر كل همه يعني الناس كلها همها النادي، مفيش حاجه تانيه، والاعضاء الجمعيه العموميه يختاروا ما يريدوه. النادي الاهلي مثلا كابتن خطيب قرارات بياخدها كابتن خطيب، يبقى العامري بيه فاروق، يبقى خالد بيه مرتجي، يبقى كل الناس اللي موجوده كابتن خطيب لانه رئيس مجلس اداره النادي كلهم. لما مجلس اداره النادي بياخد قرار، بياخد قرار مش عشان يكسب الانتخابات اللي جايه. هو لما كابتن خطيب ومجلس ادارته افتتحوا الفرع او المقر الخامس للنادي الاهلي في التجمع الخامس عشان يكسبوا الانتخابات اللي جايه؟ لا، كان لسه بدري على الانتخابات اللي جايه، كان ممكن يقعد سنتين لغايه لما يجي قبل الانتخابات بشهرين ثلاثه ويفتح المقر. ولكن لا، كابتن والله والله مجلس اداره النادي الاهلي كان مصر اصرار غير طبيعي ان هو مش قبل، مش المفروض هي اتفتح يوم 1/6 اللي فات، والله كان عندهم اصرار ان هم يفتحوا قبل كده بخمس ست شهور كمان، ولكن لظروف معينه وحاجات جايه من بره والكلام ده كله. فمحدش بيفكر في مغازله جمهور. هو انا بعمل كده عشان اسم النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه طبعا، ولكن انا مشيت وجي رئيس نادي تاني هيعمل حاجات تانيه، هو ده. لكن ايه اللي دخل كهربا وايه اللي دخل اصل فلان واصل انا هحط في دماغي، احط وريد، احط اللي عايز يحط حاجه في دماغه يحطها. اللي عايز يعني ايه يقول لك اصل انا هجيب، ما تخلونيش احط في دماغي ان انا ممكن اجيب لعيبه من الاهلي، هو عادي على فكره يعني. وبالمناسبه وامام عاشور، النادي الاهلي ما خدش امام عاشور من نادي الزمالك عشان تبقوا حضراتكم برضو الامور واضحه. نادي الاهلي خد امام عاشور من نادي ميتلند الدنماركي، ولا انا بقول كلام غلط؟ انت عندك مشاكل خليك في مشاكلك، اقول لك المشاكل اللي عندك. عندك مشاكل كتير في القيد، في عقود لعيبه، مشاكل في العاب الصالات، لعيبه بتشتكي ناديك في العاب الصالات. يعني انا رايي ان الناس دي لازم يعني هذه المجموعه المحترمه يعني اللي بتتنافس في الانتخابات يجب ان توجه مجهودها لحل مشاكلها بعيدا عن كهرباء وبعيدا عن الناس دي. وجهه نظري ان باي حال من الاحوال ما ينفعش يكون كلامك بيعمل زياده في التعصب بين الجماهير. المسؤول يجب ان يكون او يعرف بيقول ايه. مرشح ان انت تكون مسؤول، اي حد، انا بتكلم بشكل عام، حضرتك مسؤول مش واحد على السوشيال ميديا او جمهور في المدرجات. انا لا استطيع ان الوم على الجمهور ولا استطيع ان الوم على السوشيال ميديا، لانه في الاخر المسؤوليه واضحه. هو لما مجلس اداره نادي الاهلي بياخد قرار مش بياخده عشان السوشيال ميديا بتقول او عشان الجمهور بيقول، هو بياخده عشان هو شايف ان ده في مصلحه النادي الاهلي. فالشخص اللي كان في موضع مسؤوليه ودلوقتي من المفترض ان هو مرشح ان يكون في موقع مسؤوليه، ما ينفعش ينجرف لمثل هذا الكلام. الكلام ده احنا بنسيبه لبعض الاعلاميين، للسوشيال ميديا، للجماهير في المدرجات، ولكن لا يصح ان يكون مثل ان تكون مثل هذه الامور ما بين المسؤولين. وجهه نظري، اتمنى ان هي تصل، واتمنى ان الرساله تكون واضحه وصريحه للجميع.